حنا كاين كريستيانو وما كاينش كاين ميسي، لاي واحد كان ان شاء الله الربح المرور للربع النهائي، ولماذا ان شاء الله الفوز على المنتخب البرتغالي. احنا بغينا الكاس، ما بغيناش عاد الفينال، بغينا الكاس ان شاء الله. ما غاديش يخلعونا، الصبليون اقوى من البرتغال، الصبليون اقوى من البرتغال. متابعي موقع لوماتان سبور، مرحبا بكم في ميكرو مونديال جديد. بعد التأهل التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد تغلبه على المنتخب الإسباني بضربات الترجيح، اليوم تلقينا العديد من المغاربة ليهضروا لنا على المباراة المقبلة اللي كتنتظر النخبة الوطنية أمام المنتخب البرتغالي، وتحدثوا لنا على المشكل اللي وقع لنجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق ديالو مع دكة البدلاء، ونشوفوا واش هذا المشكل غادي يأثر على المنتخب الوطني البرتغالي وغادي يكون في صالح المنتخب الوطني المغربي. نخليكم مع تصريحات. السلام عليكم. السلام عليكم. انت جيتي من المغرب ولا مقيم هنا؟ لا انا مقيم في قطر. تفرجتي في جميع المباريات المنتخب؟ وي تفرجت في جميع، الحمد لله حالفني الحظ وتفرجت في المباراه في الملعب، اجواء رائعه الحمد لله. الجمهور المغربي احنا فرحانين بالجمهور المغربي كما تيقول وليد الركراكي اللي هو الرقم 12، الحمد لله تي سيبورتي المنتخب، والحمد لله انتم تشوفوا النتائج اللي بهرونا بها اللاعبيه، والحمد لله تنحمد الله وتنشكره على المرور للربع النهائي، ولماذا ان شاء الله الفوز على المنتخب البرتغالي. في نظرك هذه المقابله هي المناسبه باش المغرب يتأر من الهزيمه ديال روسيا 2018؟ صحيح، ان شاء الله تنتمناو في هذه المباراه هذه ناخذوا التأر ديالنا من 2018، كنا هزمنا مع البرتغال بواحد الصفر. احنا ربحناه في 86 بتسالي واحد، وما ربحونا في 2018، هذا بمثابة باراج معهم، وتنتمناهم الله غنفوزوا وديما مغرب. الحمد لله الجمهور المغربي قوي هذه البطولة هذه، وأقوى جمهور اللي كاين هنا، وكنتمنوا التوفيق إن شاء الله للمنتخب يفوز في هذه المقابلة ديال المقابله المقبله ان شاء الله ما بين البرتغال. في نظرك واش هذه المقابله ديال البرتغال غتكون سهل ولا صعب من المقابله اللي لعبنا ضد اسبانيا؟ هذه المقابله غتكون صعبه، صعبه لان على ما سمعت بان كاين لاعبين مصابين، ممكن ثلاثه ولا اربعه لاعبين مصابين، وكنتمنى من المدرب الركراكي يلعب نفس التشكيله اللي لعب بها في المقابله مع كرواتيا، هذيك التشكيله زوينه. في نظرك هذا المشكل اللي وقع دابا ديال كريستيانو رونالدو مع الفرقه واش غياثر على البرتغال ويكون في صالح المغرب؟ كنتمنى والله العظيم يزيد يتصاب، احنا بغينا نربحوا لحقاش، بغينا كنتمناو نربحوا الكاس، احنا بغينا الكاس ما بغيناش عاد الفينال، بغينا الكاس ان شاء الله. لان المغرب مكسيكو 86 ما داش الكاس، وان شاء الله في هذه الدوله العربيه كنتمناو باش دير الكاس ان شاء الله. انا مقيم في مدينه الرباط، وجينا ان شاء الله باش نشجعوا المنتخب الوطني هنايا في قطر، ونتمناو ان شاء الله يدوزوا للدمي فينال. كنتي حاضر في جميع المباريات ولا جيتي غير خصيصا؟ جيت اليوم الصباح، عاد وصلت اليوم ما كتبش الله باش نجي المقابلات الاخرين، واليوم عاد جيت الصباح ان شاء الله باش نحضروا الماتش ديال السبت ان شاء الله. بغيت نسولك على المباراه ديال اليوم السبت، في نظرك واش غيكون شي فرق الا كان كريستيانو ولا ما كانش؟ شوفي اختي حنا كاين كريستيانو وما كاينش كاين ميسي، لاي واحد كان ان شاء الله الربح ان شاء الله بالتشكيله ديال وليد الركراكي وبالجمهور ان شاء الله اللي غادي يكون معاه، واش هادشي كلشي هنايا راه قطر ولات كلها مغربيه، وان شاء الله يكون هي الخير. حضرتي لكاع لي ماتش ديال المنتخب؟ الماتشات كاملين، كرواتيا وكندا وبلجيكا وكندا والماتش تاع اسبانيا. بغيت نسولك على واحد النقطة، حنا كنعرفوا دابا إلا ما عرفتش واش سمعتي ولا لا، المشكل اللي واقع لكريستيانو مع البرتغال أنه ما كيتدربش مع المجموعة، واش في نظرك هذا يقدر يأثر على المنتخب البرتغال ويكون صالح المنتخب المغربي؟ وهي مزيانة يكون صالح المنتخب المغربي أن كريستيانو ما يلعبش، ولا ما لعبش راه عندهم واحد المهاجم اللي هو ضرب الهاتريك مع سويسرا، تنظن بأنه مهاجم قوي، ولا لعبوا المغاربه بنفس الطريقه اللي لعبوا بها مع الصبليون غيقدر نفوزوا عليهم بواحد صفر او جوج لواحد، لان غادي نلعبوا خطه ديال نسكروا الوسط والدفاع، وان شاء الله غادي تكون النتيجه ايجابيه لنا. ما غاديش يخلعونا، الصبليون اقوى من البرتغال، الصبليون اقوى من البرتغال، وما تنسيش بان البرتغال لعبوا مع سويسرا، سويسرا ماشي في هذيك القمه ديالها، حنا لعبنا مع الصبليون مع اقوى هجوم في العالم،
وشفتي كيفاش لعبنا معاهم وشفتي كيفاش سكرنا عليهم الدفاع سكرنا الوسط وكانت النتيجة إيجابية بضربات الجزاء. ونتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني إن شاء الله. احنا فالنا نصف النهاية غير هادي وصافي غير هادي وصافي وإن شاء الله راه غادي نوصلوا للنصف النهاية إن شاء الله بإذن الله. وما تنساوش الجمهور العربي كله معنا، الجاليات كلهم معنا، والمنتخبات ما شاء الله كلهم ساندينا. ونتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني، الإخواننا العرب، العراق، سوريا، فلسطين، مصر، السعودية، قطر، كلهم ساندينا.